ميكال ويدينغ اللي هو من النسخة ديالو الثالثة هو معرض خاص بالعروس بالزفاف خاصة ولكن بالنساء عامة. هو ولا موعد سنوي كيتسناوه الناس بزاف باش ياخذوا منه أفكار ونصائح كتعلق بالحفلات المغربية ديالنا. هاد السنة متواجدين معنا أكثر من 60 عارض باش يقدموا لكم النصائح وآخر المستجدات والصيحات ديالهم، كان النقافات، كان الأخصائيين في التصوير، أخصائيين في الديكور ديال الحفلات، أخصائيين في المجوهرات منهم الذهب منهم الفضة حتى النقرة، أخصائيين في لولانج دو ميزون، تخوسو دو ماريي، الأثاث ديال المنزل كداكشي ديال المعنات اللي كنحمقوا عليهم حنايا، وغيرها من المستلزمات العروس المغربية كالعطور كالبخور الأتواب ديال النساء، أي حاجة كتبتك بيان سور اللباس التقليدي للرجال والنساء هذا العام متواجد معنا. دائما كنت كنتمنى نجي لمعرض العروس وما كانش كتسمح لي الفرصه، وانا فرحانه بزاف حيت انا في المعرض كيف ما كنوجه الدعوه ديالي لاي عروس انه تجي في هاد الربع ايام هادي تكتشف معنا شنو كاين في المعرض. فوالا هادشي اللي غادي نقدر نقول، المعرض بامتياز. السلام عليكم. اشنو مشاركين باش مشاركين نتوما اليوم في المعرض؟ حنايا اليوم كنشاركوا في هذا المعرض لان شرف كبير باش نشاركوا. كنقدموا ضيافر، كنديروا لي كادو فان داني، عندنا ماغازان كنقدموا فيه جميع الطلبات على حسب لا كليونتيل شنو تبغي. اسكو ساجي دو دان ايفينمون ديال البوفي دو نيسونس دا مارياج كادو فان داني اوسي. كما كتعرفوا غرفه النوم والصالون من الاساسيات اللي كتحتاجهم اي عروس، اذا كان من الطبيعي ان ماركه رائده مغربيه في هذا المجال تكون حاضره في هذا المعرض. الهدف ديالنا من هذا الحضور هو اننا نوريو العروس المنتوجات كاملين اللي كتحتاجها من يعني صالونات وخاصه السدادر، وايضا غرف النوم من كل من الماطلات الوسادات والافريشه. واليوم جايين بعروض خاصه اللي غادي تكون حصريه في هذا المعرض. مشاركه بالمورينغا بالعسل بالزي باش الناس يشوفوني بالزي ديال التمازيغ ديال تارودانس، حيت العروس كتبغي حتى هي تلبس هذا في اي منطقه في المغرب كيموتوا على هذه اللبسه، وبالحيلي ديالها كنشاركوا في معرض العروس باش نتلاقاو بعريسات جداد ونعرفوهم بالجديد اللي كل ما هو جديد عندنا من جهه العماريه، الملابس، الحطات ديال الحنة وكل شيء. موجدين تكيستات جداد، عماريات جداد، ميدا ديال الحنة، ميدا ديال الدوره، تفريشات، ضروري كل ما يتعلق بالجديد خاص يكون عند النقافه. الالوان الدارجه بهذا العام سيرتو في الفيلور، بعدا كاين عندك الاوبرجين، كاين الغوزانديا، الغوج، بوردو، هاد اللوينات هما اللي مطلوبين عند العريسات، من غير البيض والخضر والوانات الفاتحه بيان سيغ للعريسات اللي ما كيبغيوش لي كولور فلاش. العروسه تحتاج القفطان مغربي، جلابه مغربيه، تكشيطه مغربيه، تحتاج البينوار، تحتاج الفوطه، تحتاج كل شيء. بيجامات النعاس تا هما كاينين، نويزيتات كاينين، كل شيء كاين.